الرئيس قاع نتكلم انا عن السبب جاء الرئيس يوطى على الشعب الموريتاني كامل. الرئيس قاع صار مطاوي شت الباطي على السوري احنا حرقناها قاع ما حرقناها. هو ما هو رئيس ولا رئيس عصابه، هو واحد هو طمن داعش يصد على الناس ويقول لك الاسلاميين و انت اسلام ما تعرف ولا تعرف طريق انت فروختك ذاكم في كيدي. اسمع انت من وين طالع؟ تعرف عنك بن عبد العزيز مازال يطنن عنده اولاد ما هم شرعيين في كيدي، مازال في الصنقه فهم باولاد ولا هم شرعيين، انا نعرفهم ونعرفهم هم اللي مخليتهم. ما تجي تكلمنا عن الاسلام ولا الاخلاق ولا تجي تكلمنا عن الادب ولا تجي تعلمنا بكلتهم، انا متدب ولا انا مربي وترى عنك حصة القايلة واللي متبونة اللي هو البونة قبلته وحصته بي اللي وخر حقائقك ومشيت بيه وهددته بالإرهاب إلين وخر عليك شمل الشعر طلصته لا وين نعرف عنكم حد كامل بموقف وثابت ويقول الحق تقبلوا تقبلوا عليه، والناس اللي تنافق وتكذب وتسرق وتشتغل معاكم واللي رايه هون في كندا هون واللي بوه زوجتي اللي هون يجيك بقى فالت شعب موريتاني يشتري السكات ب 5000 و 10000 دولار اذا مش يتعدل ومش يخاسر ولا ينقال. انتم عندكم مع عمارة طويلة اللي قالوا لكم عندكم معلومات شنو؟ يتهموكم عمارة عمارة طويلة عمارة طويلة نعرف عنها مردة مفبركة لا اساس لها من الصحة، لا عندنا احنا بعد من الاخبار نعرف عن خالد امرأة كانت متخلطة مع القذافي وجماعته واحدة من التوارق دخلت موريتاني مشى هو لا يرتكب معاش من المعاصي ذيك بعلاقته مع واحدين اخرين دكتور موسى دريت مراتبي اللي كان جاو في عماه ما يقوم بلو قاع وخالط من فمه كان مؤمن له خيضه وخالط تمات مش هذا عندنا احنا من اخبار طويله ولا كان طويله كان حط بس هذا الابارتمان فهم سمعتهم شراد وصاري مشوار الطب سمعت هاي الحقيقه والعبد العزيز الكلام شنو احنا هذا ما نعرفه الكلام المقنبر لكن نوع ما نعرفه ثم لي موريتاني لين يسرق واحد نفسي العائل يعود كاتب الجوع ياخذ شهر الشارع تزرع لي الناس وتقول له ساري وتبطوا وتجيب بوليس وتكردوا وتحقروا قدام الناس وتتوطى على وجهه حتى هو سريري حتى ساري قولوا له ساري تو عبد العزيز ساري